تسجل أزمة التعليم أطول أزمة معقدة بحضرموت، ويدفع ثمنها أبناؤنا الطلاب الذين ينتظرهم مصير مجهول دون شفقة ممن أراد أن يستخدمهم ورقة ضغط للي مطالب المعلم البسيطة. اليوم بالمكلا نظم العشرات من طلاب الثانوية العامة وقفة احتجاجية أمام ديوان السلطة المحلية بالمحافظة، طالبوا خلالها الجميع بالوقوف إلى جانب الطلاب وتحديد مصيرهم في خوض امتحانات إنهاء شهادة الثانوية العامة، خاصة بعد تعثر استكمال المنهج وسط استمرار إضراب المعلم. من حقي أن أتعلم، عبارات رفعها طلاب الصف الثالث الثانوي بمدينة المقلة في وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بتحديد مصيرهم من خوض امتحانات شهادة الثانوية العامة، خاصة بعد تعثر استكمال المقرر الدراسي نتيجة إضراب المعلمين، مطالبين بتحديد الدروس المقررة في الامتحانات أو اعتماد الامتحانات في دروس الترم الأول من العام الدراسي، خاصة مع قرب موعد إجرائها وسط تفرج من جميع الجهات المختصة والمعنية. نحن طلاب الصف الثالث ثانوي مدينة المكلا نظمنا اليوم وقفة نطالب من السلطة المحلية والتربية بساحة حضرموت أن يجدون لنا حل لاختبارات الشهادة، بتكون بعد شهر أو 40 يوم، وإلى الآن لا يوجد أي حل، لا تحديد ولا شيء. لم نستكمل المنهج بسبب إضراب المعلمين. نطالب التربية بإيجاد لنا حل، مصيرنا إلين. مطالبات رفعها هؤلاء الطلاب الذين وقفوا أمام ديوان السلطة المحلية بحضرموت تحت أشعة شمس أربعينية المقلة الحارقة، علها تجد من يستجيب لأصوات طلبة العلم بعد أن وصل الحال لأدنى مستوى في اللامبالاة من مصير أبنائنا الطلاب الذين تستخدمهم السلطات ورقة ضغط لأي مطالب المعلم المضرب والمنادي بأبسط حقوقه وفق مراقبون. نحن ما مطالبنا يكون اما الترم الاول، اذا ما يبغون يسوون الترم الاول يلغونها، اما حق يدخل الترم الثاني لا، دي الشيء ما نرضيه، لانه الترم الثاني ما تكمل وحتى الوقت يلي معنا يعني ما بيكفي نحن ان نخلص المنهج ده كله. نحن جالسين في بيوتنا ما نحن عارفين وين نحن، هل ندرس هل ما ندرس، هل نشو انه في اختبارات او ما في، مو عارفين اي شيء، جالسين كده بس في بيوتنا. هو التعليم ابسط حاجه نحن بنحصل عليها في البلاد دي، أبسط شيء قد التعليم، كل حقوقنا ضايعة، كل شيء ضايع في البلاد دي، على الأقل نحصل تعليم. وين نحن رايحين؟ تعليم رايح، كل شيء رايح، كل شيء، الوضع الاقتصادي المادي عدا التعليم بيروح، ما يصير والله. في نفس هذا المكان وفي صباحات المقلة المشمسة وقف قبلهم رسل العلم بحضرموت في وقفات احتجاجية متتالية، صدحوا بالصوت عاليا خلف حقوق لم توفى إليهم، إلا أنه ولحد اللحظة لا بوادر لحل أزمة التعليم التي تتوسع يوما بعد آخر دون ما استجاب من جهات الاختصاص في الحكومة والمحافظة لتسجل أزمة التعليم في أرض المراتب لتاريخ يهدمه الحضارم بأيديهم.